السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ميس مامي التعليمية. كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنشرح مع بعض أولى حلقات منهج كرنك للصف الثاني الابتدائي. وقبل ما نبدأ درسنا لازم الأول نتذكر أصدقائنا الموجودين معانا في كتابنا الجميل. هما مين؟ ميس منى، هاني، هنا، يوسف، أميرة، بزيبي. طبعا كلنا فاكرين صديقتنا النحلة اللي بنتعلم معاها حاجات كتيرة. Let's start unit 1 meet my family، قابل عائلتي. هنا عندنا صديقتنا بيزي بي بتقول look انظر and listen، واستمع. بعد كده بتقول لنا read اقرأ and role play، وكمان العب الدور. زي ما احنا شايفين اصدقائي هنا عندنا في الصورة، هنا عندنا family، عندنا اسرة. هنا عندنا اصدقائي في الصورة، في رجل عجوز بيقول good evening، مساء الخير. ردوا عليه في الصورة وقالوا له good evening، مساء الخير. يبقى دي اصدقائي التحية، يعني بنقول التحية good evening وبنرد على نفس التحية ونقول good evening، معناها مساء الخير. هنا اصدقائي زي ما احنا شايفين دول اصدقائنا، عندنا هنا اميرة وهنا وهاني. هنا عندنا صديقتنا اميرة بتقدم راجل العجوز بتقول this is my grandpa، يعني ده جدي. هنا grandpa يعني جدي، يبقى هذا يكون جدي. وزي ما احنا شايفين اصدقائي هنا عندي this دي بنستخدمها مع المفرد القريب، يعني لما بشاور على حاجة واحدة وقريبة مني بقول this is. هي بتقول this is my grandpa، هذا يكون جدي. صديقتنا هنا كمان بتقدم باباها ومامتها، بتقول ايه these are my parents. هنا اصدقائي this معناها طبعا هؤلاء، بشاور عليها الحاجة اللي تكون قريبة مني بس جمع، يعني الجمع القريب. ان شاء الله انا هشرحهم بالتفصيل في فيديو اخر. يبقى هنا لما بشاور على جمع قريب بقول these are my parents، يعني هؤلاء والدي، يعني اللي هما father and mother، يعني بابا وماما. صديقنا كمان هاني بيقدم ابن عمه بيقول this is my cousin، ده ابن عمي. cousin معناها ابن العم او ابن الخال. وزي ما احنا شايفين هو طبعا واحد وقريب منه، علشان كده بيقول this is my cousin، يعني ده ابن عمي. بيقول he is 5 years old، يعني هو عنده 5 سنوات، يبقى ابن عمه عنده 5 years old، 5 سنوات. هنتقل لأصدقائي للبلد اللي بعده، listen and reading، يعني استمع واقرأ. بيزي بي بتقول لنا listen and read، استمع واقرأ. هنا أصدقائي معانا صديقنا زي ما انتوا شايفينه introduce his family، بيقدم عائلته. يلا نتعرف عليهم مع بعض. هو بيقول let me introduce my family، دعني أقدم عائلتي أو أسرتي. these are my grandparents، هؤلاء اللي هما بيكونوا grandma and grandpa، يعني جدي وجدتي. طبعا زي ما احنا شايفين يا اصدقائي هنا عندي في الصورة مكتوب grandparents اللي هما مين grandma and grandpa. this is my uncle، يعني ده بيكون او هذا عمي او هذا خالي. his name is عمر، يعني هو اسمه عمر. he wears glasses، يعني هو يرتدي نظارة. look at my parents، انظر الى والدي اللي هما مين father and mother.
My father is a teacher. يعني والدي معلم. And my mother is a nurse. وكمان أمي ممرضة. My cousin Mona. يعني ابنة خالتي منى is 8. 8 عندها. And my cousin Mazen is 6. يعني كمان عندي ابن خالي مازن عنده 6 سنوات. يبقى هنا أصدقائي عندي الكلمات اللي هنحفظها زي ما شايفينها كده في الصورة عندي grandparents اللي هما grandma and grandpa. عندي كمان uncle اللي هو معناه الخال أو العم uncle. parents اللي هما father and mother. sister الأخت. عندي كمان cousins معناها ابن الخال أو ابن العم أو ابنة الخالة أو ابنة العمة. طبعا يا أصدقائي احنا هنحفظ الكلمات دي. عندي بعد كده في الاكسرسايز اللي بعده بيقول read and match يعني اقرأ وصل. read اقرأ match يعني معناها وصل. هنا بيقول this is my cousin Mona. هنا معناها بيقول هو هذه ابنة خالي منى. she is 8 يعني هي عندها 8 سنوات. زي ما احنا اصدقائي شايفينها في الصورة كده هي طبعا دي لابسة نظارة. عندي هنا picture number 6 sorry picture number 3 هنوصلهم ببعض. بعد كده بيقول my sister Amina is wearing an orange skirt and a brown jacket. يعني أختي أميرة بترتدي جيبة لونها برتقالي and a brown jacket يعني جاكيت لونه بني. يبقى دي عندي picture number 4. بعد كده بيقول this is my uncle يعني هذا عمي أو خالي. he wears glasses يعني بيرتدي نظارة. يبقى هي دي عندي picture number 1. عندي كمان بيقول these are my parents يعني دول والديا اللي هي picture number 2. يبقى هنوصلهم ببعض. هنتقل للبيج اللي بعده greetings معناها التحية. هنتعلم مع بعض النهاردة يا أصدقائي greetings اللي هي التحية. هنتعلم التحية مع بعض. صديقتنا هنا عندي بي جي بي بتقول لنا read and say اقرأ وقول. read and say يعني اقرأ وقول. هنا عندي أصدقائي picture number 1. هنا عندي بتقول good morning good morning good morning grandma صباح الخير جدتي. ردت عليها الجدة وقالت لها good morning dear معناها صباح الخير عزيزتي. زي ما احنا شايفين أصدقائي الشمس طالعة والبنوتة صاحية من النوم وبتقول لجدتها ايه good morning good morning grandma. احنا بنصحى من النوم بنقول good morning يعني صباح الخير. يبقى هنا عندي اصدقائي التحية good morning بنرد عليها بنفس التحية ونقول good morning. عندي picture number 2 good afternoon اروى. good afternoon اروى يعني صباح الخير بس بعد الظهر. يعني بعد الظهر بنقول good afternoon. هنا بتقول good afternoon اروى. ردت عليها وقالت good afternoon grandpa صباح الخير يا جدو. هنا عندي بنرد بنفس التحية بنقول good afternoon ونرد كمان نقول good afternoon. تمام يا أصدقائي. يبقى هنا عندي good afternoon صباح الخير بس بعد بالظهر. بعد الظهر نقول good afternoon أما أول الصبح نقول good morning good morning. عندي picture number 3 good evening grandma good evening grandma يعني مساء الخير جدتي. good evening اروى مساء الخير يا اروى. دي يا اصدقائي بتكون تحية مثلا بعد المغرب يعني بعد غروب الشمس نقول ايه good evening good evening نقول good evening وكمان الرد هيكون بنفس التحية good evening. زي ما احنا شايفين هنا good evening grandma مساء الخير جدتي. ردت عليها الجدة وقالت لها good evening أروى مساء الخير يا أروى. يبقى دي تحية بعد المغرب. picture number 4 good night أروى good night أروى
تصبحي على خير. أروى good night grandma تصبح على خير جدو. good night grandma تصبح على خير جدو. يبقى هنا التحية لأصدقائي good night دي بتكون قبل النوم يعني في الساعات المتأخرة من الليل. يبقى هنا بنقول good night good night يعني تصبح على خير. الرد بيكون بنفس التحية good night good night تصبح على خير. هنتقل بقى اللي بعده connect with science يعني connect مع العلوم. هنا عندي أصدقائي هنتعلم مع بعض درس جديد ومفيد. هنا بعنوان parts of the day أقسام اليوم أو أجزاء اليوم. طبعا يا أصدقائي إحنا عارفين day اللي هو اليوم. اليوم يا أصدقائي عندي ليه parts أو day عندي ليه of the parts ليه أقسام. الأقسام دي يا أصدقائي اللي هي إيه؟ morning morning اللي هو الصباح, afternoon afternoon بعد الظهر, evening evening المساء, night night اللي هو الليل. هنا أصدقائي عندي picture number one بيقول the sun الشمس comes up in the morning الشمس تشرق في الصباح. هنا عندي كلمة comes up معناها تشرق يعني الشمس تشرق في الصباح. عندي picture number two the sun in the sky in the afternoon يعني الشمس بتكون في السماء في فترة الظهيرة. وان afternoon معناها فترة الظهيرة. اوكي عندي picture number three the sun goes down in the evening يعني الشمس بتغرب في المساء. هنا عندي goes down معناها تغرب comes up تشرق. طبعا احنا هنحفظ الكلمتين دول مهمين. عندي picture number four the moon القمر in the sky at night يعني القمر بيكون في السماء ليلا. the moon in the sky at night القمر يكون في السماء ليلا. هي دي أصدقائي parts of the day أقسام أو أجزاء اليوم. كده أصدقائي أنا خلصت معاكم الجزء الأول من unit 1. تابعوني في الجزء الثاني. تدعموني بلايك وشير. ما تنسوش تشتركوا في قناتي قناة ميس مام التعليمية.